كشف مدير إدارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن وجود جملة من الصعوبات التي تواجه استقرار حصة الولايات من دقيق المخابز يتم العمل على مواجهتها. وأكدت هدى عباس التزام إدارتها بالعمل بنظام المخزن الموحد للدقيق، وذلك لتعزيز الرقابة على السلع المدعومة وضمان العدالة في التوزيع. وأعلنت مديرة إدارة التجارة عن توزيع حصة من الدقيق للمخابز تكفي 70% من حاجة الولاية، ولفتت إلى ترتيبات جارية لإحداث تحول كبير في ملف دقيق الخبز بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة الاتحادية خلال الفترة القادمة.